الحلقة بتكفي بوقت عم ببرهن الجيش اللبناني يوم بعد يوم انه هو المرجع الوحيد لكل اللبنانيين بكافة انتماءاتهم وحامي الجميع والساهر على امننا، وبوقت عم بتقدم فيه هالمؤسسة تضحيات بارواح العسكريين لابد من لفتة تكريمية للعطاءات اللامتناهية للجيش اللبناني. من هون كانت مبادرة قامت فيها مؤسسة الدكتور وديع الحاج باحتفالها السنوي الخامس، فكان تكريم لمؤسسة الجيش ببسكنتا، وكل التفاصيل بهالتقرير. التقى المكرم والمكرم على الوفاء والتضحية، التجرد وبذل الذات. مؤسسة الدكتور وديع الحاج المستمرة بنهج طبيب الفقراء الراحل وديع الحاج اختار التكريم، الشرف والتضحية والوفاء. باحتفالها السنوي الخامس أقامت مؤسسة الدكتور وديع الحاج تكريم الجيش اللبناني برعاية قائد الجيش العماد جان أهوجي بقاعة كاتدرائية مار يوسف بسكنتا. قدمت الحفل الإعلامية ريبيكا أبو ناظر، وكانت كلمات لكل من رئيس دير مار يوسف بسكنتا الأب روكز الحاج، رئيس بلدية بسكنتا طانيوس غانم، قائم مقام المتن مارلين حداد، المطران بولس روحانا، ورئيس مؤسسة الدكتور وديع الحاج رازي الحاج، وألقى العقيد الركن حنا الزهوري كلمة قائد الجيش. هيدي مناسبة عزيزة مش بس على قلبي، على قلب كل لبناني أصيل متعلق بجذوره وبأرضه بجيشه. يعني أنا بفتخر كتير اليوم إني أكون بنت هالأرض يلي بتعطي شهداء أبطال. أول شيء الجيش بيستاهل كل الخير ويستاهل كل الدعم، أنا بشرفني إنه أجي كل سنة على الاحتفال، والسنة أكثر من كل سنة لأنه احتفال للجيش. أول شيء بدنا نهنئ المؤسسة الدكتور وديع الحاج على الفكرة تكريم الجيش بهالظرف بالذات، لأنه بالنتيجة الجيش كلنا لازم نوقف حده بهالمعركة ضد الإرهاب. نتشكر قيادة الجيش، نتشكر كل عنصر من الجيش، والله يفك أسر المخطوفين ويرجعوا سالمين لأهليهم. وأي خطوة بنعملها من خلال موهبتنا، من خلال صوتنا، من خلال كل مؤدراتنا دعما للجيش اللبناني، أهم شيء معنويا من كل قلبي أنا بصوتي، بعنفواني، بمحبتي لوطني، اللي الشرف يكون اليوم هون. الحفل يلي ميزوا إطلالة الفنانة الأولى القسطى عبر مجموعة من أغانيه الوطنية اختتم بتسليم الحاج ممثل قائد الجيش جائزة الدكتور وديع الحاج السنوية، وأعلن الحاج عن مشاريع إنمائية جديدة، وزف خبر موافقة وزير الاتصالات بطرس حرب على إصدار طابع بريدي تذكاري للأديب الفيلسوف ميخائيل نعيمي بالذكرى 125 على رحيله، وأعلن عن تخريج دفعة المسعفين للعام 2014 حملت اسم دورة نايف التنوري. نحن بذكرى سنوية الخامسة مثل ما تعودنا كل سنة بنعمل مهرجان احتفالي في بسكنتا لتأكيد وتجديد استمرارية عمل المؤسسة وقوتها ومتانتها. نحن اليوم بهذا الظرف اعتبرنا أنه الجيش اللبناني هو يلي بيوقف حد الوطن، هو يلي بيقوي الوطن، هو يلي بيحمينا كناس وبيحمي الوطن. يعني هذه المؤسسة عودتنا برئاسة أستاذ رازي، عودتنا على كل شيء جديد، عودتنا تعطي حق لكل إنسان بيبذل بخدمة مجتمعه. واليوم بذروة هالوضع الأمني الصعب يلي عم نمرق فيه بالبلد، ما فينا إلا ما نقول شكراً للجيش اللبناني، شكراً لتضحياته. شكر كتير كبير لأستاذ رازي الحاج على رأس مؤسسة دكتور وديع الحاج اللي مش بعيدة عنهم تكريم الجيش والقضايا الوطنية نبعت من بيتهم ومن مسيرتهم. نشد على إيد المؤسسة العسكرية ونحن بنوقف بإجلال قدام الشهداء، وبنتأمل سريعا إطلاق سراح الجنود المحتجزين،
وكمان منهني مؤسسة الدكتور وديع الحاج بشخص الأستاذ رازي يلي عنده ذاكرة تاريخية وذاكرة وطنية، وبشكركم. خارج إطار المعنوي، تكريم الجيش أتردد على كل التحديات، وللتأكيد والإصرار على أن الجيش هو الحامي الوحيد للاستقرار ولحدود الوطن. وبختام الحلقة مثل العادة منضوي أكثر على كلام بيروت لنعرف مين الضيف، شو الملفات اللي مطروحة على الطاولة اليوم مع زميلنا سلمان سري الدين. صباح الخير سلمان. صباح الخير جوال، ولا إلي ولا ضيفنا أستاذ رامي الريس مفوض الإعلام في الحزب التقدم. صباح الخير. صباح الخير لكم، كيفكم؟ الحمد لله ماشي. سلمان وين هالغيبة؟ ها؟ وين؟ ما عم نشوف بين الأخبار وبين البرامج. بعدنا بنرجع من الاول وجديد. انا بعد ما حكيت بالموضوع. ايه تفضل استاذ لي. خلي الناس تعرف انه عم نحكي عن ميراكس دور لا. ماشي. نعم. جينا العلم والخبر بدينتنا. شو ملفات الحلقه؟ اليوم بدنا نبدا من واشنطن الى السعوديه الى سوريا، موضوع الائتلاف او التحالف الدولي لمكافحه الارهاب. هناك قرار، هناك 10 دول عربية التزمت، ولكن أيضا هناك بعض المواقف حول هذا الموضوع، من يشارك بضربات جوية أو دعم لوجستي أو غيره، ولكن أيضا داعش جاهزة للمواجهة كما قالت. محاربة الإرهاب، لبنان أين موقعه؟ سوريا أيضا التي أبدت الاستعداد ولكن بالتنسيق في أي ضربات قد تحصل من المجتمع الدولي. أيضا بواشنطن البطاركة، بطاركة الشرق والبطريرك الراعي التقوا الرئيس أوباما، كلام عن حماية لبنان، ولكن طبعا التنفيذ كيف سيكون على الأرض. الانتخابات الرئاسية، عمل مجلس الوزراء بالأمن تحديدا، موضوع إطلاق سراح العسكريين المخطوفين. كلهم هول الساعة بدنا نحكيهم؟ عجبك. أنا كل مرة عن جد أنا كل مرة بسأل كيف بيلحقوا يحكوا بكل هالمواضيع بظرف ساعة. إذا بتتابع الحلقة نفس السؤال. بتتابع الحلقة جوال، نحن منخلصهم صح؟ إيه بلا هلا مش دايما بتابع الحلقه بس بعرف انك قادر تخلص. نحن بنتمنى لكم حلقه موفقه ورح نتابعكم. بركي بعد في شي ملف؟ هذا هو الامن من عرسال الى مجلس الوزراء والعسكريين. يعطيك العافيه. نعم. دقائق وبنكون معكم، يعطيكم العافيه. حلقتنا لليوم خلصت. طبعا فيكم تتابعوا برامج تلفزيون المستقبل عبر الويب سايت futuretvnetwork.com. بكره حلقه جديده من اخبار صباح الساعه 7:30، كونوا على الموعد. بنشوفكم. باي باي. The winner الفائز to organize هو the 222 بتنظيم كأس عالم 2022 قطر. قطر تفوز. عاد ملف منح قطر تنظيم مونديال 2022 إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة نائب رئيس الاتحاد الدولي عن منطقة الكونكاكاف جيفري ويب، يلي طالب بنشر التقرير يلي وضعه المحقق الأمريكي مايكل غارسيا عن كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا العام 2018 وإلى قطر بالعام 2022، وصولا إلى اقتراح إعادة التصويت أو منح التنظيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت ثانية بعد قطر في التصويت، ما يؤكد تورط قطر بدفع قرشها لاستضافة العرس العالمي. ورد ويب بمؤتمر سوكر كيس بمدينة مانشستر الإنجليزية عن سؤال حول وجوب نشر تقرير غارسيا المحول إلى القاضي هانز يواكيم إيكرت في لجنة الأخلاقيات، نعم من دون أي شك. وعما إذا كان هناك إثبات لرشا أو فساد، أو ما إذا كان قد تبين لإيكرت حصول أي خروق لقواعد الأخلاقيات، اقترح ويب إجراء إعادة تصويت أو منح الاستضافة للوصي في التصويت، علما بأن الاحتمال الأخير لن يتسبب بمشكلة لويب، كون الولايات المتحدة أحد أعضاء الكونكاكاف ستكون هي المستفيدة منه لحلول وراء قطر في التصويت الذي أجري نهاية عام 2010. وغير الفيفا نظام التصويت منذ ذلك الحين، وإذا استقدم لجنة تنفيذية صاحبة حق التصويت سابقا لائحة مختصرة من 3 مرشحين تخضع للتصويت من قبل الجمعية العمومية. وكان الفيفا قد أشار في وقت سابق إلى أن تقرير غارسيا لن ينشر، بل القرار النهائي لغرفة التحقيق القضائية. وطالب ويب اللي خلف في رئاسة الكونكاكاف الترينيدادي جاك وارنر، واللي ورد اسمه في أكثر من ملف فساد، بإجراء تصويت مفتوح للأعضاء 209 بحيث يعلن كل اتحاد هوية الملف الذي يمنح صوته، واقترح اللجوء إلى تصويت مفتوح. نقوم بهذا الأمر في كونكاكاف من أجل الشفافية، قال.
في النهاية يمثل الصوت اتحادا وطنيا لا شخصا واحدا. وأشار ويب هو من جزر كايمن إلى أن عملية الإصلاح في الفيفا لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية برغم إشادته بالتقدم المالي تحت إدارة الرئيس السويسري جوزيف بلاتر منذ العام 1998 والمرشح القوي لولاية خامسة. والأمين العام الفرنسي جيروم فالكي من وجهة نظر تجارية أعتقد أنه يجب أن نكون شجعان وجريئين بما فيه الكفاية لأخذ التحدي المتمثل بإعادة التوازن إلى اللجنة التنفيذية. يجب أن يكون هناك تمثيل نسبي للاتحادات القارية. هل من المنصف لأفريقيا أن تحصل على 4 أو 5 أعضاء ولديها حجم أوروبا نفس الممثلة ب9؟ يجب أن نكون جريئين. ورأى ويب البالغ من العمر 40 سنة أنه يجب تعيين مدراء غير تنفيذيين في اللجنة التنفيذية للفيفا، وكان الاتحاد الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه غارسيا الذي يترأس فريق التحقيق في كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا عام 2018 وإلى قطر عام 2022 قد سلم تقريره إلى غرفة التحكيم في لجنة الانضباط التابعة للفيفا. وأجى في بيان له أنه مايكل غارسيا وكورنيل بوريبيلي رئيس ونائب رئيس غرفة التحقيقات في لجنة الانضباط التابعة للفيفا سلموا تقرير من 350 صفحة إلى غرفة التحكيم حول التحقيق فيما يتعلق بالحصول على استضافة مونديالي 18 و22. وأشار الفيفا إلى أنه أكثر من 75 شخص تم استجوابهم وأن الملف الكامل يحتوي على أكثر من 200 ألف صفحة، ولم يكشف الفيفا مضمون التقرير أو حتى العناوين العامة له. وستدرس غرفة التحكيم التقرير وهي مخولة لاتخاذ إجراءات تأديبية وعقوبات فورية، لكن لم يعلن الفيفا عن أي موعد لإعلان القرار النهائي لهذه الغرفة. ويأتي تصريح ويب من المكان نفسه اللي أعلن منه رئيس الفيفا جوزيف بلاتر ترشح لولاية جديدة، علما أنه بلاتر نفسه يعتبر في عيون بعض المتابعين لما يحصل في الفيفا رأس الأفعى في الفساد، لكن أحدا لم يتجرأ حتى الآن على كشف تورطه نظرا للكتلة الكبيرة المؤيدة له وتحديدا من قارتي آسيا وأفريقيا.